بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي ورضي ورضي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فهذه هي الخاطرة 64 بعد 103 من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شهابيب الرحمة والرضوان. عنوانها نحن وإسرائيل. نصها قال: إسرائيل لا تعد لغزونا فرقا من الراقصات والمغنيات والرسامين، ولكنها تعد فرقا من الفدائيين، وأساطيل في الجو والبحر، وقذائف للهلاك والتدمير. فهل يفهم هذا المنحلون والببغاوات والمتآمرون والكسالى والوجوديون والمستغربون والمفتونون؟ لاحظ الكلام الحلو. هو يعني منذ عدة خواطر يتحدث عن عناصر القوة. بدأ بعناصر القوة. عناصر القوة لا تكون بمغنن. الأمة لا تقوى بمغنن، ولا يستقيم اقتصادها براقصة، ولا تنهض يعني فنان. أي نعم، هذا إذا قلنا إن هؤلاء يدورون في فن النظيف. تبانا الآن. يتحدث في تتمة هذه الخواطر، سمعان يا نهاد؟ قال: إسرائيل لا تعد لغزونا فرقا من الراقصات والمغنيات والرسامين. عندما أخذت الجولان، أخذته جولان رحمه الله، وملحق الجولان هو يتكلم. أنا أشرح. هو ما أدرك، هو توفي في العام 64. الجولان ذهب في 67، والضفة الشرقية والضفة الغربية والقدس الشرقية وسيناء. على فكرة سيناء قد فلسطين بعدة مرات. سيناء قد مساحة سوريا سيدي، قد لأنه فلسطين هي 27,000 كيلومتر مربع. وأيضا بعد ذلك أخذوا جنوب لبنان. طيب هذه العواصم ماذا تفعل؟ هذه العواصم انشغلت بالغناء، والآن في عهد طاغية الشام بشار الابن بالفحش. الآن سنوا قانون: من أرادت تزوجت زواج متعة مثلا، أو حرام أو زنا أو كذا، وأرادت أن تسجل ولدها، فهذا القانون يسهل عليها تسجيل الولد وهو من حرام. ومن تزوج امرأة وجاءه ولد وأراد أن يسجل ولده، فهذا القانون يصعب عليه تسجيل الولد. يعني فساد في فساد في فساد. قال: إسرائيل لا تعد لغزونا فرقا من الراقصات والمغنيات والرسامين. هذا كله لا تفعل إسرائيل. عندما أخذت الجولان وأخذت القدس الشرقية، عفوا الغربية، والضفة الغربية، وكل ما أخذته في حرب 67 أخذته من خلال الطائرات، ومن خلال الجيوش، ومن خلال المدافع، ومن خلال الدبابات. تعد جيوشا قوية. أما نحن في سوريا كانوا يقولون 80% من إنتاج، من عائدات الميزانية هي من أجل تحرير فلسطين. ثبت لنا في هذه الثورة أن 80% هي من أجل إذلال الشعب السوري إذا رفع رأسه. قال يتحدث الشيخ: ولكنها، أي ما يسمى بإسرائيل، تعد فرقا من الفدائيين. يعني في عندهم قوات كوماندوس معروفة، عنده قوات سموها قوات النخبة. هذا إلى قوة اسمها، بتذكر إن شاء الله وجيب لكم إياها. وأساطيل في الجو والبحر. قوة اليهود اليوم في البحر، لا يعني وبالجو وفي الجو وفي
حتى عندهم دبابات مرقافة شاريوت يعني كانت تباع بكثرة وتقوي الاقتصاد الإسرائيلي في كل أنحاء العالم، حتى جاءت المقاومة فوجدت فيها نقطة ضعف فأوقفت مبيعاتها، أوقفت مبيعاتها بفضل الله عز وجل. طيب قال وقذائف للهلاك والتدمير، يعني دمروا العراق بحجة أنه عنده أسلحة دمار شامل، لكن اليهود عندهم صواريخ تغطي كل الدول العربية إذا خاضت حربا في وقت واحد، وعندها صواريخ نووية وعندها أسلحة نووية وعندها قاذفات قادرة على أن تحمل الأسلحة النووية. قال فهل يفهم هذا المنحلون المنحرفون الساقطون؟ اليوم في مهرجان في مصر اسمه الجونة، هذا المهرجان يعني على أساس سينمائي، لكن هو لعرض ماذا يسمونه اللحم الرخيص، لعرض اللحم الرخيص. فهل يفهم هذا المنحلون والببغاوات الذين يرددون ما يقوله الغرب وأساتذتهم في الغرب، والمتآمرون الذين يتآمرون على هذه الأمة كي تسقط ولا تجد مكانا لترفع لها رأسا، والكسالى الذين يعجبهم الخمول، والوجوديون جان جاك روسو ودول يقتدون بجان جاك روسو، والمستغربون الذين هم على طريقة المستشرقين يرددون كالببغاوات ما يقولون، والمفتونون يعني بالغرب. ويؤسفني أن أقول أصبحنا في زمان بعض الشيوخ، بعض من يتكلم في الإسلام، بعض من يرى نفسه يعني مفكرا أو ذا قلم أو داعيا أو مجددا، مفتون في الغرب ولا يستطيع أن يقدم لهذه الأمة شيئا لأنه مفتون، والمفتون بغيره يعني عنده عقدة نقص، لا يستطيع إلا أن يستورد لنا ما عند غيره لكن بثوب إسلامي، وهؤلاء أخطر من المفتونين غير الإسلاميين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.